شو وضع البنزين؟ والله الوضع فجأة يعني صارت الأزمة، وسمعنا أنه باخرة في البحر عطلاني. والله سيء جدا. ليش؟ بليلة ونهار مفقات. ليلة ونهار مفقات. ليلة ونهار مفقات. الله لا لا. أنت ما كنت حاسب حسابك لهالموضوع؟ لا لا والله. إحنا كل يوم بيوم بنشتغل سبحان الله. أخي أنا من عين شيب أخي وعم بدور على بنزين. جيت من هونيك لهون مشان تعبيني؟ إيه والله أنا والحرمين. أنت إيش سمعت على البنزين؟ ليش ما في بنزين؟ والله ما بعرف. بدي أعبي بنزين الميتور قال ما في زين لهون. أيوه. بالمرة الماضية كانت مشكلة المحروقات وانقطاع المحروقات في الداخل السوري هي تجديد العقود والإجراءات الروتينية بين الشركات التركية والشركات السورية. اليوم رجعنا لنفس المشكلة مثل ما كنا شايفين انقطاع لمادة البنزين. تابعونا في حلقة جديدة من برنامج إيش القصة يا خاي حتى نعرف هل فعلا موجود في أزمة بنزين في المناطق المحررة، ويا ترى لأيمت رح تستمر هاي الأزمة، وليش في كازيات فيها بنزين وكازيات ما فيها. تابعونا في هاي الحلقة حتى نعرف إيش القصة. اشو جيبوا دفش الموتور؟ ما في بنزين ليش جيبوا دفش؟ مقطوع. كم صار لك مقطوع؟ صار لي من امبارح. من بيحر؟ ايه. من وين جاي لحتى تعبي بنزين؟ من حربنوش. من حربنوش. من كل المنطقة ما لقيت غير هي الكازية فيها؟ ما في بنزين غير بهاي. طب اشو سمعت ليش مقطوع البنزين؟ والله ما بعرف. في بنزين يعني؟ في بإذن الله ما في مقطوع. هو شعبنا سبحان الله بس سمع شيء انه كذا هاي لحاله بيسوي فوضى بيسوي هالشيء هذا. يعني قصدك انه الشعب هو اللي عمل الازمه مو؟ اي طبعا. هلا شوف لي سياره ما فيها بنزين، شوف لي حد ما معه، اوليتهم انا كسيارتي مليانه. شو وضع البنزين؟ والله الوضع فجاه يعني صارت الازمه، وسمعنا انه باخره في البحر عطلاني. انت من وين جاي؟ انا من معرض مصري. من جاي من معرض مصري تعبي بنزين هون؟ اي والله. انت شو سمعت على البنزين؟ ليش ما في بنزين؟ والله ما بعرف. بدي أعبي بنزين الميتور قال ما في زين لهون. ايوه. اخي انا من عين شيب اخي وعم بدور على بنزين. جيت من هونيك لهون مشان تعبيني؟ اي والله انا والحرمين. ايوه. طب انت ما سمعت من زمان قطع البنزين فجاه؟ والله من امبارح انقطع. ضيعتكم كان فيها بنزين؟ والله كان فيها بس قطعوه. فتلت غير كازيه وما كان فيها بنزين يعني؟ كله ما فيهم. كله ما فيهم، ما في غير هون يعني. طب سؤال، ايش السبب يعني؟ ايش سمعت انت؟ ايش بتعرف عن هذا البنزين ليش مقطوع؟ والله ما بعرف. والله سيء جدا. ليش؟ بليله ونهار مفقات. ليله ونهار مفقات. ليله ونهار مفقات. الله لا لا. انت ما كنت حاسب حسابك لهالموضوع صح؟ لا لا والله. احنا كل يوم بيوم بنشتغل سبحان الله. تعبوا كل يوم بيوم؟ كل يوم بيوم. هيك بيوم قطع جينا ثاني يوم الصبح ما كان في بنزين، وهيك مثل الوضع. صار لك صيفه بعد الدور؟ صار لي نص ساعه. صار لك نص ساعه. بالصدفه طلعت لهون. أيوة. طلعت انه ما في بنزين، ما لي خبر. كنا بدنا ناخذ الميتور مشي، فتلنا بكل البلد ما لقينا غير هون. هاي الكازيه صار لك واقف على الدور؟ هلا صار لنا شيء اكثر من نص ساعه، اكثر شوي. اكثر من نص ساعه. ولسه بدنا ربع ساعه لنوصل للدور. فتلت اكثر من كازيه ما كان فيها بنزين؟ ما في. نرحب بضيفي حلقتنا السيد احمد سليمان، مسؤول العلاقات العامه في مديريه المشتقات النفطيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدايه مرحبا فيك استاذ ضمن حلقتنا لبرنامج ايش القصه. حياكم الله وياكم. في خبر شائع بين الناس انه راح ينخفض سعر البنزين، لهيك تم افتعال ازمه البنزين في داخل المنطقه المحرره حتى تنتهي الكميه الحاليه. اشو صحه هذا الكلام؟ هلا بالنسبه لازمه البنزين هي تقريبا يعني شبه ازمه وليست ازمه، وما له علاقة بانخفاض السعر أو الإشاعة اللي هلأ متداولة إنه رح ينخفض السعر فنحن افتعلنا أزمة أو شيء. لا ما صحيح هذا الكلام. هي الـ الخبر اليقين إنه هناك تبديل بواخر بالميناء، وكل ما صار تبديل بواخر بتحدث عندنا هاي الأزمة، لكن أحيانا بتبين على الأهالي وأحيانا يعني تظهر على السوق المحلي إنه في لحظة تبديل البواخر. طب يعني احنا في دائما لما بتتبدل البواخر بيصير هيك ازمه؟ ما بيصير. احيانا بتبين واحيانا ما بتبين، ونحن بكل فتره تبديل بواخر او كل فتره استجرار مواد جديده نحن بيتم التفاوض مع الشركه المورده الوحيده بالجانب التركي، بيتم التفاوض معها على تخفيض السعر لحتى نخفض على اهالينا هون بالمنطقه. طب اليوم ما وضع البنزين حاليا ايش وضعه اليوم؟ اليوم بنزين واقف على تبديل الباخرة، يعني الباخرة بدها تقريبا بين اليومين أو ثلاثة أيام لحتى تبدل بالميناء ويتم استجرار المواد الجديدة جاي من الميناء. لكن هذه فترة اليومين ثلاثة الحمد لله نحن هلأ متابعين موضوع عم نوزع من المخزون الاستراتيجي الموجود، وزعنا قسم جيد يعني من المخزون
وحاليا يعني متداركين الازمه نوعا ما. هو انا كنت بدي اسالك السؤال يعني التالي، هو انه نحن في الحلقات السابقه وفي الحلقه الاخيره الماضيه ذكرت لنا انه في مخزون احتياطي وشروط الترخيص للكازيات انه يكون في عنده مخزون احتياطي لهي المواد. فتفاجئنا نحن بيوم وليله، وتفاجئ يعني الاهالي في المنطقه المحرره انه بيوم وليله يعني انتهى البنزين من الكازيات وما عاد موجود، انفقد ماده البنزين. هلا بالنسبه للبنزين هو يعني موجود ومتواجد، لكن مو كل المحطات، ممكن محطات معينه مثلا اللي مرخصه واللي مطبقه شروط الترخيص في عندها مخزون احتياطي بما انه طبقت شروط الترخيص، اما المحطات اللي ما انا مرخصه ما عندها يعني ما عندها امكانيه تحط مخزون احتياطي. المخزون الاحتياطي عم يكون عند الكازيه نفسها ولا عند الشركه المورده اللي عم تعطي الكازيات؟ لا موجود في الشركه، الكازيه موجود فيها والشركه لا موجود فيها، فعم يتم انه من الكازيه اللي مرخصه هي موجود فيها مخزون، فهي فقط الوحيده يعني المحطات الوحيده اللي عم تبيع هلا حاليا محروقات هي المحطات اللي مطبقه للشروط. يعني مطبقه للشروط هي اللي عم تبيع من المخزون اللي موجود عندها، ونفس الشيء الشركات الموجود المخزون اللي موجود عندهم عم توزع للمحطات المرخصه ومحطات الموزعة للشركة. يعني نحن اليوم فينا نطمن الناس ونبلغها من خلال هاي الحلقة أنه البنزين ممكن يعني يومين ثلاثة ويرجع يدخل بشكل طبيعي، ونحن حاليا في المنطقة موجود عندنا بنزين احتياطي عم يتم استخدامه؟ صحيح، يعني هو الأهالي هي اللي بتخلق الأزمة صراحة. كل مين سمع الإشاعة بيروح بيقول أنا بدي أعبي فوق كمية، بدي أعبي دبو السيارة وبيعبي جالون للبيت يحتفظ فيه خزنه وبيخاف من الأزمة. بس هو حقه يعني لأني شاف أزمات سابقة ويعني كان الانقطاع بشكل كبير. إيه صحيح، فهو عم يخاف من المستقبل أكثر. هلأ نحن يعني كمخزون استراتيجي الحمد لله متوفر وعم نمشي فيه الأمور لبين ما تدخل، يعني نحن والوعود من الشركة، شركة الموردة، إنه خلال يومين ثلاثة لبينما توقف الباخرة ويتم استجرار المواد يعني يومين ثلاثة ما أكثر، وإن شاء الله يعني خلال هذا الأسبوع رح تعيد التوريدات، ترجع تستعيد التوريدات وتكون الأمور جيدة جدا إن شاء الله. في سؤال أخير بما ننهي حلقتنا، هو إنه الكازيات هل عم يتم تبليغهم في كمية معينة يعطوا فيها للسيارات والموتورات، ولا حسب كل كازية بتعبي يعني برياحتها للأشخاص اللي بدهم إياها؟ هلا أحيانا بيكون مثلا بواقعنا هلا الحالة بما إنه قلت من مادة، فممكن في مثل ما تحديد كمية يعني مثل ما قلت لك في أشخاص بيجوا يعني بيعبي سيارة وبيعبي جالون ثلاثة وممكن يبعت حد، وفي المستغلين يعني في أشخاص مستغلين تجي بتعبي جالونات وتبيع يعني. تبيع حر أو تبيع على البسطات، فنحن من يعني بنعطي تعليمات إنه خلص عبي السيارة لحد معين وعبي الموتور لحد معين أو الآلية لحد معين بحيث يمشي أموره بحيث يعني. إنه تمشي كل مصالح المواطنين بشكل كامل، مو جهة تستفيد وجهة ما تستفيد. الله يعطيك العافية وشكرا لك للقائك معنا ضمن حلقتنا. الله يساكم خير وبارك فيكم. إذا لهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في برنامج أشو القصة يا خاي. طبعا نحن بدورنا بنوصي أهلنا في المنطقة المحررة أنه تأخذ الشخص اللي بده يعبي بنزين أو بده يعبي لدراجته النارية أو سيارته يأخذ كفايته من البنزين حتى ما حدا ينقطع في المنطقة لبين ما تدخل الكميات الجديدة للمنطقة المحررة من مادة البنزين. نلقاكم قريبا في حلقة جديدة من برنامجكم أشو القصة يا خاي. انتظرونا.